بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناه سمو برو. حلقه اليوم سوف تكون بخصوص موضوع الابيكس وبرنامج مشابه له. فهذا البرنامج دوره انه يقوم بتحويل الكتابه الى صوت، وحينما يحول الكتابه الى صوت تقوم باخذ ذلك الصوت، تقوم باضافه له صور وتقوم بجعله على شكل فيديو وتقوم بالإيديت من خلاله. فحلقه اليوم سنقوم بمشاركتكم برنامج مشابه لبرنامج الابيكس. فبرنامج الابيكس سبق ان وضعته لكم مجانا، لكن الان اصبح مدفوع، يعني كان يعمل عرض يقوم ب يمكن لك ان تقوم بالحصول عليه مجانا، يعني مده يومين. فحينما انتهى ذلك العرض اصبح الان مدفوع، يعني اي انك اذا اردت العمل بذلك البرنامج يجب عليك ان تقوم ب تحميل البرنامج وشراء البرنامج، يعني قبل ان تقوم بتحميله بالطبع. فبالنسبه للبرنامج اليوم فهو مجاني 100%. سنقوم بالعمل عليه وسنقوم بان نريك يعني طريقه في كيفيه العمل وكيفيه الربح من اليوتيوب من خلال هذه الاستراتيجيه. في حال اردت متابعه هذا الفيديو ابقى معنا. مرحبا بك مرة أخرى، وقبل أن ندخل في الشرح أدعوك للإشتراك من خلال الضغط على سابوني أو سبسكرايب أو إشتراك على حسب اللغة التي تعتمدها على قناتك على اليوتيوب. كذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتكون أول من يتوصل بجديد القناة. فأسفل هذا الفيديو ستجد رابط البرنامج. البرنامج واجهته على هذا الشكل. كل ما عليك هو أن تقوم بكتابة هنا التكست الخاص بك، أي الموضوع الذي تريد أن يتم قراءته. حينها تقوم ب يعني الحفظ بصيغه ال WAV او بصيغه الواف فايل. جيد، فهنا التحكم يعني بالسبيد او بسرعه الحديث. في حال كنت تريد ان تقوم بتقليله تقوم بوضع يعني -1 -2، ثم في حال كنت تريد ان يقوم الفيديو بتسريع الكلام كل ما عليك ان تقوم ب الكتابه هنا يعني 1 2 3 على حسب القيمة التي تريدها أنت. جيد، فسأقوم الآن بالذهاب إلى جوجل حتى نقوم يعني أن نعمل بالاستراتيجية التي سأقولها لك. كل ما عليك هو أن تقوم هنا بكتابة breaking news، أوكي، على سبيل المثال breaking news، ثم سنقوم بكتابة الدخول إلى actuality في هذا المكان، وسيعطيك هنا آخر المواضيع التي تم نشرها أو آخر الأخبار العاجلة. فكما تشاهد من الآن تم نشره في يعني قبل 19 ساعة. هناك العديد من المواضيع التي يمكن أن تعمل عليها. فقط يمكن كذلك أن تذهب فقط إلى تو هنا وتقوم بالذهاب إلى CNN على سبيل المثال، أو النيوز أو إلى هذه المواقع التي تعطيها لكم في هذا المكان. سنقوم فقط بالدخول إلى بعض المواقع حتى نقوم بأن نريك يعني طريقة العمل. فكما تشاهد معي الآن هذه كلها مواضيع يمكن العمل عليها، لكن دائما ركز على هذه الأماكن هنا حتى ترى على سبيل المثال ترى هنا توب نيوز أو شيء من هذا، أي أنه أكثر ما يتم قراءته هو أكثر الأخبار العاجلة التي يمكن أن تقوم بالعمل عليها. كذلك ركز يعني على لاتس إن وورد في هذا المكان، ثم يعني هنا بعض المواضيع التي يمكن أن تعمل عليها. كذلك يعني بالنسبة لهذا المكان دائما ركز على الجانب، أوكي، يعني هذا اوكي، هناك يعني بعض المواضيع التي يمكن ان تعمل عليها. يعني هذا موقع يعني لا اريده، فساقوم بالذهاب الى CNN. جيد، فهذا الموقع يعني جيد، يمكن ان تقوم بالذهاب يعني كما تشاهد معي الان توب ستوري في هذا المكان، يمكن ان تعمل على هذه المواضيع التي موجوده في هذا المكان وتقوم بنشرها. بالنسبه للصور لا تقوم باخذ الصور من CNN، فحاول ان تبحث عن الصور من خلال المواقع التي تقوم بتقديم لك صور مجانيه، وان شاء الله اسفل هذا الفيديو ساضع لكم مواقع تقوم باعطائك صور مجانيه. فعلى سبيل المثال يعني انا شخصيا اردت ان اعمل على هذا الموضوع، سأقوم فقط بالدخول إليه وسيعطيك هذه الصفحة. تقوم بأخذ يعني هذه أوكي، سأقوم بنسخ يعني كل هذا، أوكي، سأقوم بنسخ يعني حتى هنا. أنت حاول أن تقوم بنسخ يعني كل شيء، حاول تقوم بنسخ الموضوع بالكامل حتى تكون يعني دقائق يعني جيدة. بعد هذا تقوم بالذهاب إلى هنا وتقوم بنسخه. الآن المهم يعني كما تشاهد معي الآن هذه هي الواجهة. سنقوم بالذهاب إلى هنا واختيار زيرة. فبالنسبة للزيرة فهي تتكلم بشكل جيد لأنها بالإنجليزية وهذه بالفرنسية. سأضغط هنا وسترى معي كيف سيتكلم بالفرنسية. سأضغط هنا على التكست في هذا المكان،
واشنطن، سي ان ان، ار او بي، ستيف سكاليز، لا كم كونغريش. تشاهد معي الآن؟ يعني الصوت غير جيد لأن أصلا تتكلم بالإنجليزية لأن تتكلم بالفرنسية والموضوع بالإنجليزية. سأقوم باختيار الإنجليزية عن طريق زيارة، ثم سأقوم بالضغط على ريد تكست. واشنطن، سي ان ان، ريبريزنتيف ستيف سكاليز، a congressional staffer, a lobbyist, and a member of the Capitol Police Force were shot Wednesday in El وكما شاهدت معي يمكن أن تقوم بتخفيض يعني السرعة من خلال هنا. Washington, CNN, Representative Steve Scalise, a congressional staffer, a أو lobbyist, زيادتها and a يعني من member خلال of the هذا Capitol المكان، Police Force. ثم Washington, CNN, تشاهد Representative معي Steve الآن Scalise, السرعة a con مباشرة مع ذلك. في حال كنت تريد أن تقوم بالحفظ فتقوم مباشرة بالضغط على سيفاس وفي هذا المكان، ثم تختار المكان الذي تريده. حينها تقوم بكتابة الاسم الذي تريد أن تضعه، على سبيل المثال سأضع هنا على ريكارد، ثم أضغط مباشرة على أنريستري أو سيف. سنقوم الآن بالذهاب إلى البيرو وسنقوم بمشاهدته في هذا المكان، وسنشاهد الآن الصوت Washington, أنه يظهر كما CNN, تشاهد معي الآن. Representative Steve فحينها Scalise, قم a بإضافة له congressional staffer, a lobbyist, and a member of the Capitol. فحينها قم بإضافة له يعني صورة. حاول أن تقوم بوقت أخذها من المواقع المجانية، لا تأخذ من جوجل أو حتى من هذه المواقع. حينها قم بنشرها في قناتك على اليوتيوب ليصبح الفيديو خاص بك وأنت صاحب ذلك الفيديو. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك. في حلقة المزيد وفي حلقات العديد من التوقعات هي الأخرى، كن معلك وأن تضغط على اشتراك أو سبسكرايب حتى تقوم بمتابعتنا، وكذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتكون أول من يتوصل بجديد القناة دائما. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.